الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام نحو الحفاظ على بطوله لقب طبعا ابطال افريقيا. معنا في هذه اللحظات طبعا المهندس محمد الجرحي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ببارك لك طبعا محمد بيه اليوم الثالث على التوالي. هبدا معاك بالتنظيم الاول، يمكن الاشادات اللي بناخدها من رؤساء البعثات واللاعبين حاجه رائعه جدا مش جديده على النادي الاهلي، وبناكد كمان البطولتين في وقت قليل جدا وبيظهر التنظيم المميز ده بينعكس عليكم ازاي يا فندم في الاداره؟ الحمد لله طبعا على الفوز، وطبعا مجهود اللعيبه والجهاز الفني واضح. طبعا الفرق في الاول الفرق مش قويه قوي، بس احنا يعني ان شاء الله باذن الله مع الوقت الفرق مستوى بيرتفع ومستوى فرقتنا. يمكن الاصابه عندنا النهارده، بس احنا طمنا على اللاعب، هو عنده التواء في الركبه والدكتور طمنا وهو طالع على المستشفى يعمل اشعه. ويعني بالنسبه بقى للتنظيم، يعني في طبعا الاتحاد الافريقي كل يوم بتجيله الحمد لله جوابات شكر، يعني بشهاده الجميع الحمد لله تنظيم مشرف، والحمد لله يعني ان شاء الله تستمر لحد نهايه البطوله. انا عارف ان مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب بيعمل بكل جهد على عوده الجمهور خلال المدرجات في كره القدم والالعاب الجماعيه. النهارده شايف الجمهور والتشجيع المثالي من اول دقيقه، بتشوفه ازاي يا محمد بيه؟ طبعا يعني الجمهور ده من احد اسباب نجاح اي بطوله. يمكن طبعا بعد الموقف اللي حصل في استاد القاهره حصل تراجع وحصل تشديدات بعديها، بس واحده واحده الجمهور بيجي بيتزايد. احنا بنيجي بنقف على البوابات بره انا وزميلي محمد ضماطي، بنقف اي جمهور بيجي حتى اللي معهوش تذاكر بندخله، والحمد لله الجمهور زاد كل ماتش بيزيد، واي جمهور بيجي بندخله الحمد لله. وان شاء الله يعني المباراه بتخرج بشكل يعني يليق بجمهورنا. مش عايزين طبعا اي تجاوزات، مش عايزين اي حاجه، الجمهور ملتزم الحمد لله. ويعني ان شاء الله على الماتش النهائي يكون الصاله مليئه بالجمهور باذن الله. تركيز كبير جدا من كابتن ميدو من اللعيبه ان شاء الله للحصول على اللقب الموسم الثاني على التوالي، بتشوف التركيز ده ازاي ورسالتك ليهم ايه للحفاظ على البطوله دي يا محمد بيه؟ هم مجتهدين جدا ومركزين قوي اللعيبه. يعني اللعيب لما اتصاب خارج عمال بيعيط، رغم ان احنا في الادوار التمهيديه، لكن اللعيب بيعيط ومتاثر جدا. ان شاء الله مجهودهم ده يعني انعكس، وباذن الله ربنا هيكلل مجهودهم ده بالنجاح. يا محمد بشكرك، شكرا جدا. شكرا، سلامي لكل اللي في الاستوديو وكابتن هيثم.